أسبوع جديد وتشير الأسهم إلى جلسة قوية مع تحقيق ناسداك والأس أم بي 500 أرقام قياسية مجددا. النفط آخر في الازدياد ومعنويات سوق الإسكان أعلى عند 70 في شهر مايو. في أسواق العملات اليورو أمام الدولار أعلى بنسبة 0.46% عند 1.0976. الجنيه أمام الدولار أعلى بنسبة 0.14% عند 1.2903. أما الدولار أمام الين أعلى بنسبة 0.4% عند 113.7380. ولا يزال الزوج تحت الضغط ويحده خط الاتجاه السلبي. الدولار أمام النظير الكندي والذي سنركز عليه اليوم، فلا يزال الزوج على الجانب الهبوطي ويحد تراجعه متوسط 50 والعشرين فترة المتحرك. مؤشر القوة النسبية يفتقر إلى الزخم الهبوطي السعودي عفوا، والمراكز القصيرة تحت المقاومة الجديدة عند 1.3365 مع أهداف عند 1.358 و1.355 في الامتداد. وتظل المعادن الثمينة إيجابية حيث لا يزال الذهب سعوديا ويدعمه خط الاتجاه الصاعد، وقد حقق الذهب أهدافه عند 1232.7 و1235. مؤشر القوة النسبية يدعو للمزيد من الارتفاع، ومراكز الشراء فوق الدعم الجديد عند 1228.5 مع أهداف عند 1239.5 و1241.5 في الامتداد. أما الفضة فقد ارتفعت بنسبة 1.36% عند 16.60 للأونصة. تريدينج سنترال ويب تي في لويال أكوار.